لا يلدغ المؤمن من جحر، من جحر أي جحر، يعني قد يكون الخطأ يسيرا وقد يكون الخطأ عظيما، أي جحر لدغت منه فتنبه، أي خطأ وقعت فيه في أمر دينك أو دنياك فتنبه لا تقع مرة أخرى. ولذلك في بعض النسخ قال ابن حجر رحمه الله كما في الفتح: وما ورد لا يلدغ المؤمن من جحر حية مرتين، قال تقيدها بحية شاذ، يعني ليس بثابت، إذن أي جحر تنبأ أن تلدغ منه مرة أخرى.